هذه امرأة تقدم لها أحدهم وطلب رؤيتها، فجلس مع أبيها، ثم بعد قليل دخلت البنت حتى يراها، جلست قليلا ثم خرجت وهي في نقابها لم تكشف عن وجهها، ثم خرجت. فلما خرجت قال الزوج: شو السالفة؟ قال: ماذا؟ قال: ما شفته، ما كشف، ما يصير تدخل علي بمنقبة، لابد أن تكشف عن وجهها حتى أراها. قال: هي بعد توي ترك، هي قالت إذا شفت عجبني بكشف. يعني نقضب الباب.